جراء تعامل قواتنا مع الإرهابيين الذين هاجموا السجن، فروا إلى الأحياء المجاورة لمنطقة سجن الصناعة في حي الزهور المجاور، واتخذوا من المدنيين دروع بشرية تعيق تقدم قواتنا للسيطرة على الموقف بشكل كامل. ما نوع الدعم الأمريكي الذي يأتيكم في قوات سوريا الديمقراطية؟ هل هو دعم جوي لأكثر؟ تقدم قوات التحالف الدولي الإسناد الجوي للعمليات العسكرية التي تخوضها قواتنا ميدانيا، إضافة لاستمرار التنسيق المشترك بإطار تبادل المعلومات والتدريبات التي ترفع كفاءة قواتنا للتعامل مع مثل هذه الأحداث. الوضع داخل السجن، هل يمكن أن تعطينا تفاصيل حوله؟ السجن كان ولا يزال تحت سيطرة قواتنا من خلال وحدات مكافحة الإرهاب والقوى الأمنية وبدعم من قوات التحالف الدولي، ونحن لم ولن نسمح لهؤلاء الإرهابيين أن يفروا إلى خارج السجن، بل قواتنا أحبطت محاولة فرار جماعي وألقت القبض على 89 إرهابي حاول الخروج إلى خارج الأسوار. ولكن هناك معلومات ذكرها المرصد السوري لحقوق الإنسان تفيد بفرار مجموعة من السجناء المتشددين بعد هذه العمليات. ليس هناك أي حالة فرار من قبل الإرهابيين المحتجزين مسبقا داخل أسوار السجن، بل الذين فروا هم من أعضاء الخلايا الإرهابية المهاجمة. يعني السجن الآن هو تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية؟ صحيح. ما مصير يعني هذه العناصر التابعة لداعش التي حاولت تفجير البوابة كما جاء في وسائل إعلام عديدة من أجل الدخول إلى السجن وتحرير بعض السجناء؟ تعاملت قواتنا مع أفراد الخلايا النائمة المهاجمة وأوقعت بصفوفهم خسائر فادحة، وثقنا مقتل 30 إرهابي وجثثهم حاليا بحوزتنا، إضافة إلى إلقاء القبض على العديد منهم. سوف ننشر المزيد من التفاصيل عبر مركزنا الإعلامي وعلى موقعنا الرسمي موقع قوات سوريا الديمقراطية. نحن قواتنا ذو كفاءة عالية وعلى مستوى نوعي عالي، نستطيع التعامل مع مثل هذه الأحداث، لكن اتخاذ الإرهابيين للمدنيين كدروع بشرية أخر سيطرة قواتنا على الموقف بالشكل العام. سيد أرام، يعني نريد معلومات دقيقة، هل انتهت المواجهات بين عناصر داعش وبين عناصر قوات سوريا الديمقراطية الآن ونحن نتحدث في هذه اللحظة؟ لم يعد هناك مواجهات لا. أم أن عملية الكر والفر ما زالت مستمرة؟ قواتنا نجحت في تأمين المحيط الداخلي للسجن والمحيط الخارجي للسجن أيضا، ونقلت العمليات العسكرية إلى المحور الشمالي وحي الزهور المجاور لسجن الصناعة، وتجري الاشتباكات بشكل متقطع مع هؤلاء الإرهابيين حتى الساعة، وهذه العمليات أين يا سيد العسكرية أرام؟ أين تجري هذه الاشتباكات؟ يعني الاشتباكات جارية على المحورين الشمالي والغربي ضمن حي الزهور المجاور لسجن الصناعة. هناك معلومات تتحدث عن فرار أهالي هذا الحي ونزوحهم، هل ما زال الوضع كما هو عليه؟ حقيقة أمنت قواتنا خروج أهلنا المدنيين الذين تعرضوا لتهديد وخطر جراء العمليات العسكرية وتهديد الخلايا النائمة لهم أيضا، بحيث فقد 4 مدنيين أرواحهم جراء استهدافهم من قبل أفراد الخلايا الإرهابية. هل انتهت أي محاولات من قبل هؤلاء العناصر التابعين لداعش لاقتحام السجن كما كان هدفهم منذ اللحظة الأولى؟ نحن أفشلنا محاولة الهجوم على السجن، إلى جانب إحباطنا لمحاولة فرار جماعي كما ذكرنا وأسلفنا. حاليا تجري مواجهات مع أفراد الخلايا النائمة المهاجمة الذين تحصنوا ضمن مواقع مدنية. يعني ما زالت المعارك مستمرة يا سيد أرام حنا، ما الذي يؤكد بأن هذه المعارك لن تقود بعد ساعات إلى وصول هؤلاء إلى بوابة السجن ربما واقتحامه؟ هل زال هذا الخطر؟ نحن بشكل أساسي نحن أمننا محيط السجن الداخلي ونطبق حاليا طوق أمني حوله، ولن نسمح لهؤلاء الأفراد بالوصول إلى بوابة السجن بأي شكل من الأشكال، بل نحن نفضل إلقاء القبض عليهم أحياء ووضعهم وراء القضبان. كم عدد السجناء داخل هذا السجن، سجن غويران؟
يعني نستطيع القول بأن العدد يتراوح فيما بين 4000 حتى 5000 إرهابي محتجز قمنا بإلقاء القبض عليهم من خلال عملياتنا النوعية المدعومة من قبل التحالف الدولي، وآخرين قمنا بإلقاء القبض عليهم من خلال حملاتنا العسكرية في السنوات الماضية. كيف هو وضعهم؟ تتحدث عن رقم كبير، تقريبا 4000 سجين، يعني هل هم يعني ربما في حالة ربما يعني مقاومة باعتبار بأن السجن هو يعني مستهدف من قبل هؤلاء الذين يحاولون ربما إخراج بعضهم من السجن؟ أنت تعرف عادة كيف تحدث هذه الأمور داخل السجن؟ بشكل أساسي كثيرا ما أحبطت قواتنا العديد من المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف تسهيل خروج هؤلاء إلى خارج الأسوار، فكما قلنا نحن نعلم كيف نستطيع أن نتعامل مع مثل هذه الأحداث. الإرهابيين المحتجزين داخل السجن نفذوا عملية استعصاء وحالات شغب تزامنا مع سماع أولى ذوي انفجار السيارة المفخخة التي استعملتها الخلايا المهاجمة، لكن استطعنا السيطرة على الوضع داخليا، نعم. وحتى الآن نحن نسيطر على الموقف بشكل كامل داخل أسوار السجن. كم عدد هذه الخلايا؟ هل هناك تقدير ما لعددهم الذين يقومون الآن أو حاولوا في ليلة الخميس إلى الجمعة اقتحام السجن؟ نحن كحصيلة أولية نستطيع القول بأن أفراد الخلايا المهاجمة بلغت يعني ما يقارب 100 عنصر.